بيت صحي اوعى يكون فطر. ونيس صديقي العزيز. اهلا بالغالي. اوعى تكون زعلان مني عشان ما حضرتش فرح هدى، اصل خليل كان بيموت. وده بيموت ابدا. اتفضلوا اتفضلوا في الصالون. لا هنا احسن. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انا وحشني توم اند جيري. ايه ده يا سوسو، ده افطار لي ثلاثه برضك؟ خلاص ما بقاش لي ثلاثه، ده بقى الواحد. يا عيني عليك يا ونيس، بقيت وحداني. لا وفي ايه، شقه ملعب واسعه برحه، وده خليك تحس بالوحده اكتر. وزي ما بنقرا في الحوادث ممكن نفتح عليك الشقه في يوم نلاقيك ميت من اسبوع. تسهل على صبحي يا خليل. اصلك انت صعبان عليا قوي، والمفروض الواحد ما يعيش لنفسه. انا عايز اعيش لك يا ونيس. انت عايز ايه يا خليل بالظبط؟ صراحه انا عايز اسيب الشقه، مش قادرة أدفع إيجارها، وهروح أقعد عند عبلة بنتي. وأنا عبد الله وعبلة دول ما بطقهمش. خلص، عايز توصل لإيه؟ أنا قلت بما إنك عايش لوحدك، أجر لي أوضة عندك يا ونيس. والله؟ وأنت جاي لي بتخبط على باب الشقة، لقيت يافطة مكتوب عليها بنسيون السعادة الونيس؟ اسمع كلامي، ده أنا عيشتي مريحة زي ما أنت عارف، وحبوب. وهسليك. اسمع خليل، انا ما عنديش مانع ادفع من جيبي ايجار شقه ليك، بس يكون بعيد عني. هي فين الشقه دي؟ في حلايب. اما انت فعلا راجل ما عندكش دم. انت اللي ما عندكش عقل. معقول يا عبد الله اللي كنت هتعمله ده؟ ما هو لما نادر هيرجع نصر هيعرف ان الخضر ده غلط. وافرض عايز تبعت له رساله بالتليفون تقول له الحق ابوك وامك ماتوا عشان تجيبه على ملا وشه. اصل وحشني طول ما هو قدامي ما نستيقه، وبصراحه ده غير منه، بس بحبه مش قادر اعيش من غير غبائه. انت متاكد ان انت ابن خاله ونيس؟ إيه؟ الظاهر ان هو ابن اخت نانا. انت عارف انا لو قعدت اتكلم معاك كتير خايف يجي عليا يوم ونيس يخش عليا لاني بقول له ثانية واحدة، ما تلاقيه في بعض أحسن، معقول الكلام ده؟ هيا هدى، وحشيني يا حبيبتي. ها والواد نادر أخباره إيه؟ كويس؟ إديني نادر، إديني نادر، إديني نادر وحشني. أيا نادر، وحشني يا ولا. أيوة يا نادر. انزل نصر فورا على سندوك وانك هات بلاش جنيه. انت قولي له ان هو نادر. ايوه. لا ما تخافش يا نادر، ابوك وامك انت وحشتهم يعني. لا ما انت عارف، انت عارف عبد الله. ثانيه واحده الاستاذ ولا اسمح. ايوه ايوه يا نادر، يلا استمتعوا بقى بوقتكم. ماشي يا حبيبي، ما تاخروش بقى. مع الف سلام. مع السلامه. انا عايز افهم، عبد الله كان عايز يقول ايه لنادر عن ابوه وامه؟ بعد اذنك يا ونيس، انا عايز اعرف حاجه واحده بس عشان ارتاح. انت ازاي بتتعامل مع البني ادم ده كل السنين دي؟ بصراحه ما اقدرش استغنى عنه. ايوه ايوه ولاء. ايوه حبيبتي، بلاش عياط بلاش عياط. حاضر حاضر، هو مش عايز زن. قلت لك البيانو هيبقى عندك الاسبوع الجاي، بطلي زن بقى. لا مش هنسى، سيبي هحاول. حاضر، باي باي يا حبيبتي. انا ورطت نفسي في حكايه البيانو دي. ما تقلقش، انا حليت لك الورطه دي. في واحده ست روسيه عندها بيانو هايل، كانت جارتنا من زمان في شبرا، والبيانو اللي عندها ده انا كنت طمعانه اجيبه لشادي، بس يعني الثمن غالي شويه. طب يلا بينا نروح لها. أنا بالفضل إداني مبلغ يساعدني بيه في شراء البيانو. أنا متأكد إن ولاء هتبقى أعظم عازفة بيانو. أنا مش فاهمة يا ولاء يا حبيبتي، إيه اللي طلعها في دماغك فجأة كده؟ عشان صاحبتي عندها بيانو وبتعزف حلوة قوي، وبصراحة بقى أنا متغاظة عشان هي عندها بيانو وبتتمرن أكتر مني. وأنا متغاظ، أنا عايزة أشوف الأقصر وأسوان والغردقة. وبالمرة بقى نروح المتحف المصري. ونروح المسرح. انتوا عايزين تلففوني مصر كلها كعب داير. خلاص يا ولاد مفيش فايده، عليكم بجدكم ونيس، اعدموه العافيه.
تعالوا نروح نكلمه في التليفون. يلا بينا. ايه يا يوسف مالك؟ مزاجك متعكر ليه؟ العيال مضايقاك؟ انا عمري ما اتضايق من العيال، بس بفكر في الجدع اللي اسمه ثروت ده. واضح ان هو هيتخلى عن مشروع المدرسه. وثروت ماله بالحكايه دي؟ الحكايه كلها في ايد ابن امتياز زي ما فهمنا من ونيس. بيقول لي ان هو عايز يعمل مشروع يخدم مصر كلها. امتياز المدير الناجح هو اللي بيحاول يفهم شخصية الإنسانة اللي بتشتغل معاه، يقتحمها. أيوة، مش يتأنزح عليها ويقعد قدامها زي البروتة. لا شهيرة ما اشتكتليش، بس أنا حسيت من كلامها. شهيرة أنضج، قالت لي إن نفسها بس يعني تتعرف على أهم ملامح رئيسها، مديرها في الشغل، تعرف ملامح عن حياته، وده حقها عشان الشغل ينجح. بس اوعى تقول لي انا قلت لك الكلام ده. طيب العود معاك؟ خلاص استناني في المنتجع عشان مدي ميعاد شهيرة برضه. مع السلامة. مع السلامة. مع ألف سلامة. صباح الخير. اهلا وسهلا، اتفضلي حياتي. اهلا. اي امتياز. يا ابني لا. طب عشان خاطري، طب عشان خاطري فوتها المره دي. طب لا يعني مساله مش هتقدر توصل لكده. طب بالراحه، بس بالراحه، ما تعيطش. مع السلامه. ايش هي؟ ايه يا ماما؟ انت ليه بزعلانه امتياز يا ماما؟ اطلاقا يا انكل، ده حتى هو مبسوط من شغلي. أنا عايز يتبسط من شغلي أنا. أنا عامل شغل كبير. قصدي أنا ما يهمنيش امتياز. أنا اللي يهمني شهيرة. أنا مقدم شهيرة. عايز شهيرة عشان أخدمها تهتم شوية، تهتم بإن الموظفة الشاطرة اللي تاخد أوسكار في الآخر، أوسكار. هي الإنسانة أو الموظفة اللي تبقى عايزة تعرف كل حاجة بالديتيلز، كل حاجة عن شخصية المدير بتاعها. مش تتأنزح عليه وتقعد قدامه زي البروتة. فعلا. معلش بدي ادخل، سامحيني. هو امتياز اشتكى مني في حاجة؟ امتياز حاشا لله اطلاقا، بس انا هقول لك بقى على بلاطة. الأستاذ ونيس حس من كلامه، أصل امتياز أنضج. هو قال لي إنه نفسه بيتمنى يعرف كل حاجة بالتفصيل عن إنسانة هتشتغل معاه. وده حقه، ده حقه عشان الشغل ينجح واللي في بالي يستريح. وانا عايز استريح. قصدي انا عندي معاد مهم وعايزك انت تسبقيني وتروحي تستنيني في المنتجع. حاضر يا انكل، تمشيش لحد ما يجي بقى. عن اذنك. باي شهيرة. جود جيرل. ايه ده؟ راح المنتجع؟ ما دي المعاد في المنتجع. غريبة جدا، حضرتك ناسي امتياز هناك في المنتجع مستنيك. انا اديت ميعاد الامتياز في نفس المكان. حاجه غريبه. لا مصادفه غريبه. يعني انا دايما ادي الميعادين في وقت واحد. طب ما هو مش هينفع عشان الميعاد اللي هنا. لا معلش، لا اقعدوا مع بعض، ما توجعوش دماغي. شهيره تروحي المنتجع تقعدي مع امتياز على بال ما جالكوا. اوكي. بقول لك ايه، اوعي تجيبي له سيره بالكلام اللي حصل ده. حاضر، عن اذنكم. اتفضلي. سلام يا حبيبتي. جير. ممكن تقولي بقى ايه حكايه الفيلم الهندي والسيناريو اللي انت عامله قدامي ده؟ وانت ايه اللي دخلك في السيناريو ده؟ قريتك فهمتك على طول، عرفت ان انت يتوفق رصين في الحلال. اصل انا قريت ده في المذكرات بتاعتك. مش انت عملت كده برضو مع اولادك يا منتجمري؟ المره دي هلعب لعبه روميل، ثعلب الصحراء. اظهر واجسد العوائق بين شهيره وامتياز، واجسدها قوي، وفي الاخر اظهر وازيلها. انا عايز ازيل كل العوائق اللي بيننا عشان الشغل ينجح. تصور انا كنت هطلب منك نفس الطلب، مش عايز اي عوائق تمنعك انك تعرفني وتفهمني كويس، وده حقك. تعرف على اهم ملامح رئيسها، مديرها في الشغل. علشان الشغل ينجح. سبحان الله. تمام، انا
عايزة أعرف ميولك، مبادئك، طموحاتك، حياتك. وده طبعاً عشان الشغل ينجح. إزاي؟ إزاي يحصل بينا تفاهم وأنا قاعدة قدامك زي بروتة؟ مظبوط يا شهيرة، يعني أصل المسألة يعني مش مسألة أنزحها وخلاص، بالعكس إحنا تيم ورك ولازم نستريح مع بعض عشان ما تحسيش بأي مضايقة. وأنا عمري ما هضايقك أبدا. إحنا عايزين الشغل ينجح. مدير ناجح هو اللي بيحاول يفهم شخصية الإنسان اللي بيشتغل. ممكن ونيس تأخر أوي. مش تتأذى عليه وتقعد قدام الجروب. تيجي نبدأ؟ ما تيجي نقعد في القهوة دي. قهوة إيه بس يا أستاذ عزيز؟ أنا الحقيقة أنا خدتك من على القهوة وجبتك هنا عشان تشرفني في بيتي. اتفضل اتفضل اتفضل، على مهلك على مهلك. اتفضل. أنا اتفقت مع ابنك عبد الجواد إنه ياخدك. طمن خالص. ها تشرب شاي؟ يا ريت ينسوا. عينيا. وعندك واحد ينسون للناس الذين لا ينسون الزمن الجميل. بسرعه سوسو ينسون. احلى ينسون عندك. اما انا محضر لك هيدي مفاجاه النهارده يا استاذ عبد العزيز، يعني فعلا هترجعك لذكريات كبيره قوي. انت عنيس. الله. إيه انت عنيس يا خليل. انت عنيس، انت فعلا ما عندكش دم ولا عندك احساس بالجيره. طبعا رافض تأجر لي اوضه في شقتك وسحبني راجل كركوبه من الشارع تسكنه عندك بعسليايك. احترم نفسك بقى يا خيل، احترم نفسك بقى. ده الاستاذ عبد العزيز المدرس بتاعي في ابتدائي وجاي يزورني كده. طيب انا اعيد لك بره لما اشوف الراجل ده هينزل ولا لا. وعندك واحد شاي بالحليب يا سوسو بره. ده يا قهاوي ابتدى تلم. معلش أنا بقولك بقى المفاجأة اللي تنشط ذاكرتك تاني، عندي كراسة قديمة من أيام المدرسة أنت كاتب لي عليها جملة رائعة وماضي بخط إيدك. ثواني. ها اليانسون. خد يا ابني وخلي الباقي عشانك. مليم، هو المليم لسه عايش زيك؟ يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى. القهوة هوت، اطلع البيت عندي اريح. شوف يا استاذ عبد العزيز كمان كان خطي جميل. لا ومضتك كمان مكتوب عليها التاريخ. استاذ عبد العزيز استاذ عبد العزيز يا 1300 مرحبا. الاستاذ عبد العزيز عندنا طالع لي مخصوص عشان يديلي دروس. سكوت، افتحوا الكراسات، درس اليوم ده. اليوم وكل يوم. وهديك الفلوس اللي انت عاوزها. خلاص يا تفه، فلوس ايه اللي هعوزها؟ ألا يكفي للمعلم أن يكون رصيده تلاميذ أصبحوا رجالاً في خدمة المجتمع؟ كويس إنك اتصلت بيا. إيه اللي طلعك هنا يا أستاذ عبد العزيز؟ أنت تأخرت ليه عن الفصل يا ولد؟ اقعد. حاضر. إيه اللي هببتيه ده؟ دلوقتي رجعتيه لزمان، حتى سبورة وإحنا قاعدين زي التلاميذ أكنه في الفصل زمان. وهو إيه اللي طلعه عندي؟ هو فاهم إن شقتي هي القهوة
ولانه ساكن فوق القهوه فاطلع لك. اللغه العربيه الفصحى هي الهويه. استاذ عبد العزيز خدها مني. المعلم لا ياخذ ولكنه يعطي. وبطل العبارات السخيفة دي. خدها مني بنت بطني بنت شبع. الله الله عليك يا أستاذ عبد العزيز. أيوة يا أستاذ قول. خلص أنا لا أحب النفاق والتملق والمتملقين. انظر إلى السبورة. من عجيب الأخلاق نرمى علي التبشيرة من ده. مش أنا يا أستاذ، ده الواد اللي جنبي. شش بس بت، مش أنا يا أستاذ. مفيش حد يجرؤ يرميك بالتبشير إن استطعنا نرميك بالزهور والورود. بس فعلا طالب رمى علي التبشير. افتكرت يوم كانت آخر حصة لي في التعليم. يعني طالب رمى علي تبشير. حزنت جدا وأدركت أن التربية قد انتهت ولن أصبح معلم ثانية. فاستقلت واعتزلت الحياة وأصبحت وحيدا. طول عمرنا عايشين لوحدنا الا لما طلعت في دماغك وجيت عيشت معانا هنا حلقوم. طب ندخل الاول. لا، لما تقول يا حمديه ايه اللي في دماغكو. كل خير يا ألفت. اصل حلقوم اتعود على مطوع وافكاره. مش النظريه، المخترع ملوش اي قيمه لو انعزل وبعد عن الناس. خش في المفيد. مش لما نخش الشقه الاول. أنا جاي لك عشان أنا أستفيد وأنت تستفيد. والله يفعل ما يريد. ولا شكلك مش عاجبني. يلا أنا بقالي مدة عايزك توصل لاختراع واحد ما وصلتش. ما هو عشان كده بقى حبل أفكاره بيتقطع وعايز يتواصل معاك على طول. هنيجي نعيش معاكوا وما تخافش، النص بالنص. تدفع مقدم. ماشي يا مطاوع، هنعيش مع بعض فترة هطلع فيها كل الاختراعات اللي في دماغي. أكيد اختراع منهم هيتحقق. اللي في دماغكو صراصير مش تفكير. ده إبداع. وبكرة تشوفوا كلكم الاختراع اللي جاي. أما نشوف آخرة الإبداع ده إيه. قمة الإبداع. عزفك يا إيلين على البيانو ساحر. إيلين دلوقتي مش يقدر يلقى بيانو زي زمان. زمان كان في صحة يا رتين. ما احنا كنا ساكنين جنبكم، كنت بسمع عزفك دايما. كونشيرتو بيانو سول فاجور. ما انت بدو كفته. كفته؟ طب ليه الصياعه دي يا مدام؟ لا ما تصعيش عليا. لا انا بيانيست قديم، انا بابا زمان صغير جاب لي فيت ميلادي اورج وعزفت عليه. وبعدين انا مش بعزف، ده انا بجربه.
انت بهربوا. هربوا هربوا فين؟ ولسه خدته عشان هربوا. امشي من وشي. امشي بتهشي دبانة. لا انا مش عاجباني الست دي، مش عاجباني. لا البيانو بتاعها امله يعني ولا ايه؟ مش هينفع كده. لا معلش مش هينفع. هرتين هرتين روحي يا زفت الطين. تعالي هنا. تعملي لما تعالي هنا. شوف شوف الزفت عامل ايه في بيانو. زفت؟ لا دي قله الادب. لا معلش، لا دي فاكراني خبير بيانو. لا ده انا عرباجي يا ماما. لا يفهم ارتين ان انا مش سهل. يا بابا اهمل بس، انا مش سهل. لا ما ينفعش ونيس الكلام ده هنا. الله عيب كده. انت تشطر على ارتين، ما تشطرش عليا انا. عيب كده عيب. ما تحرجنيش بقى يا ونيس. الله ده اللي جايبك عندها يا اخي. يعني جايباني عندي الامله؟ مش حكايه امله، مش فهمتك. قلت لك 100 مره البيانو ده ولا عيل من عيالها. البيانو ده عندها اهم من جوزها نفسه. دي حركات، دي تمثيل عشان ترفع في من سعره. بس انا هوقع لها سعره. مش هينفع. هوقع لي هموت لك سعره. ما تموت ايه؟ انا هفهمها ان انا بفهم في البيانو. يا ست الفاضي يز بايز. لا حول. نقعد بقى نتنحنح كده كتير ودي حركات بيع. فاهمها؟ انا فاهمها. انت هتنامي ولا ايه؟ ما هو قعدتها على الكرسي الهزاز ده مش عاجباني. ده منظره منظره عشان ترفع السعر. عشان خاطري ده. ها عايزينك انت وارتين بقى تستفتحوا. يبقى استفتحوا يا ارتين. ما تكوحش معايا، انت ما قدرتش على الحبان كده على البرتاعه. ها يلا بسرعه علشان انا سايب المحل انا وهي. والله يا فاضي ها حبيبي البيانو بكام؟ حبيبي انت شكلك مش مظبوط. انت روح تشتري هورن دق فيها، هو هتقول حلقاتك برجلاتك. بصي بقى، دي كانت اصلا بتشتغل دايه، دي مش بتاعت بيانو بصراحه. لا مش عاجباني. لا انا هشتري البيانو وانا مش هبيع. انا عامل ايه بفلوس لما بيانا مش قدامني؟ تصوري شوفي ايه ده. في ايه؟ في ايه؟ هتستهبلي؟ جسمي اشعر من كلامك. ايه ده؟ جسمي اشعر. مش قادره اشوف البيانو. هعمل روح بقى. مش قادره اشوف البيانو. هلن حبيبتي، انت مش كنتي وعدتيني قبل كده وقلتي لي انك انت هتبيعي لي البيانو؟ اوه كان زمان. ايه دلوقتي مش ممكن يبيع. هارتين أمي فيزي. كرسي بيانو. أيوة يا أختي واطية ملهاش عزيز أبدا. طب ولما أنت ما بتعزفيش على البيانو بتهببي بيه إيه؟ باكل عليها فول وطمية. شفتي بقى؟ أقل واجب بقى. الصياعة بقى. أقل واجب. ولا انت عبيد ومش بفهم حاجة. امشي برا. ده تاريخ ومش ممكن احنا نبيع بسهولة. خلاص في ايه؟ خلاص بكره ان شاء الله نلاقي بدل البيانو 10. ايوه بس انا البيانو ده عجبني. ايوه بس انت ما عجبتهاش يا اخي. فعلا. وبعدين مش هي قالت لك ده تاريخ؟ وده كمان تعبير عجبني قوي. فعلا ازاي الانسان يبيع تاريخه؟ ازاي يستمع الا اذا كان عنده هدف امل. على العموم احنا سيبها يومين وبعدين نحاول تاني. يعني بين الشاري والباك هسيب. هتسيبي ايه؟ هسيب طليقي. ايه ده؟ هتسيبي ازاي؟ وانتوا ساعة ما طلقتوا ما سبتوش بعض؟ ده انا قاعدة قدام عبد الله مش ونيس. ما تركز. هسيب اسم طليقي قاعد ورايا هناك اهو. هو انتوا متخاصمين؟ لا طبعا. هو العكس، احنا حتى انفصلنا بكل صداقة واحترام. بس السنة بقالي كتير جدا من دي سنين ما شفتوش. ما ينفعش افرض مراته معايا. مش عايزه اعمل مشاكل. مساء
اهلا يا حسيب، ازيك؟ الله يسلمك. الاستاذ وليس ابو الفضل محامي. اهلا وسهلا وسهلا يا فندم. انا حسيب. ولما تسيب امين، امين هيعمل ايه؟ دول ولادك مش كده؟ اه ما شاء الله. دي شيري وده رامي. شيري ورامي. والمدام فين امها؟ الله يرحمها، توفت من سنه. البقاء لله. تعالوا يا حبيبي، تعال 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 يا حبيبي. أنا حزين، لا فعلا حزين، بقاء لله ويجعلها آخر أحزان إن شاء الله. طيب بقى نقعد بقى، نقعد، احنا محتاجين نقعد مع بعض، احنا ما صدقنا، قصدي ما صدقنا نشوف حضرتك يعني. بس أنا مش عايز أزعجكم. تزعج مين يا راجل؟ معقولة مفيش إزعاج ولا حاجة؟ اتفضل استريح. اتفضل، ولادك بقى في حضن شيراز يعني مفيش على فكرة شيراز دايما في سيرتك، كل شوية حسيب حسيب حسيب، وأنا بقى مش فاهم حقيقة حسيب إيه، ماسكة ملفات طعم يعني. شيراز إنسانة عظيمة. يا سلام، إيه العظيمة؟ فعلا. وعشرة. إلا العشرة. بس أنا سألت عليكي، أنت اللي غيرتي عنوانك. ليه كده يا ماما؟ بس أنت تعرفي الصيدلية؟ ومعاكي تليفوني وما سألتيش عليا. لا تليفون، معقولة؟ ما ينفعش. مشاكل الحياة أصلا بتاخد الواحد. شيراز، معقولة؟ إحنا لسه جايين من مشوار. الست إيلين قالت جملة عبقرية وعجبتك جدا. إن الإنسان مش ممكن أبدا يبيع تاريخه بسهولة.